كل الحكاية من بيروت أصبحت حزينة منذ لحظة انفجار المرفأ، والمدينة تكشف يومياً عن عشرات الحكايا المؤلمة، حكايا مغمسة بالموت والدم، من بينها حكاية شباب الإطفاء العشر، الأبطال الذين لم يتأخروا يوماً عن تلبية النداء. قدامك حل واحد، يا بتكون شهيد يا بتكون مهندس. شباب بربيع العمر ابتلعهم الانفجار جميعاً، محطماً قلوب أهلهم وزملائهم ومعظم قلوب اللبنانيين. ما كان لازم أتركك تروح، بس إنك سامحني. أهلاً بكم إلى بلد يقتل الإهمال أبناءه، أهلاً بكم إلى تفاصيل حكاية رجال الإطفاء الأبطال، أهلاً بكم إلى عين المكان. ورد اتصال على غرفة العمليات بيقول انه في حريق بالبور، فنحن اكيد بعتنا السيارات على اساس انه تحت بيتبلغوا الشباب شو نوع الحادث شو فيه ليقدروا الوضع، لانه احنا اجينا انه في حادث بالبور، حادث هنجار، في شيء ما بيحترق، شو طبيعة المواد شو هدول ما نعرف. انطلقت سيارة اطفاء وسيارة اسعاف مؤلفة من 10 اشخاص، 9 شباب وعروسة الفوج سحر. وصلوا على مكان الحادث ما عندهم علم بشو هو الحادث، ما بيعرفوا شو فيه. الإجراء اللي بتعتمدوه بهكذا حالة شو هو؟ هو الإطفاء بتنزل بتعمل أول شيء كشف، أنت بتنزل بتكشف على الحريق، بيكون في حريق ببنية بديبو، بتنزل بتعمل الكشف السريع، بتعمل كشف، بتقيم، بتسأل الجيران شو في تحت، في عندك محتجزين، في شيء، في أنابل، في عندك أناني غاز، في عندك شيء بويا، شيء تسأل قبل ما تبلش الشغل لتعرف كيف بتركز المعدات. وصلوا لتحت، رئيس الفرقة اللي طالع معهم قدر انه هذا الهنجار بده أكثر من سيارة، والدخان اللي كان طالع بيتطلب دعم، بدق على غرفة العمليات وبيقول لهم بعتوا لي دعم لأنه حادث كبير. بهذا الوقت بينضرب جرس الإنذار مرة ثانية. نزلنا كلياتنا على جرس الإنذار، ووصلتي على السيارة لقيت زميلي الله يرحمه رامي كعكي بالسيارة، فطلبت منه إنه ينزل لأنه كان بدي أطلع محله، اثنيناتنا نحن من سوق سيارة الإسعاف. قال لي لا بليز خليني أنا أطلع محلك. قعدت عليه جملة مرتين صراحة، فطلع هو بالحادث، عبال ما وصلوا على الحادث يعني شي 5 دقايق بيطلبوا دعم، لأنه دايما نحن عادة إذا كان حريق كبير بنطلب دعم. أنت كنتي بالبيت وقت الانفجار؟ وين كنتي؟ كنت هون يعني مع الشباب، يعني لو ما يطلبوا الدعم كنا كلنا، يعني كنا كان الشباب راحوا فوق، كان صار في أكثر من قتيل، بس هن خلصونا الشباب. الله كان في حمى الشباب بهذا الاتصال، لو تأخر الاتصال دقيقة أو دقيقتين من الفرقة اللي عم تشتغل على الأرض، يعني إحنا بدل 10 شهداء والحمد لله يمكن كان عندنا 40 أو 50 شهيد، يعني هذا الاتصال حمى فصيلة كاملة مؤلفة من 50 شخص. لحظة الانفجار، ليكو لحظة الانفجار هلأ
على البور لحظة الانفجار على البور. يا لطيف يا لطيف، ليكو ليكو من الانفجار. الفريق اللي قابلناه، يعني كل زملائهم من قابلناهم من زملاء الشباب العشرة، أكدوا على أنه هؤلاء العشرة كانوا مميزين. مش مميزين بعملهم، مميزين بروحانيتهم ببعضهم. هاي الفرقة كتير بتحب بعضها، مش بس هول العشرة، الثلاثين شاب اللي معهم غيرهم بذات الفرقة كتير بحبوا بعضهم. في عندهم حب لبعضهم مش طبيعي، بحبوا رفقاتهم كتير، بحبوا بعضهم، بيظهروا مع بعضهم، بيجوا مع بعضهم. في فرق تاني ما بكونوا هالقد قراب من بعضهم. بتطلع بنت وحدة بالأسعاف، بس نحن هون بخدمتنا نحن منحب نطلع. ولا مرة سحر بتطلع بالي ولا مرة أنا بطلع بلا سحر. قبل الظهر طلعنا أنا وياها، كمان كان في مريض أخذناه على المستشفى ورحنا يعني. بس هالمرة سحر ما خلتني أنا أروح. كان في سبب محدد؟ أنا بيتي بعيد فبدي فيل على البيت قريب على هيدا الوقت، فسحر مخلتني تقلي لا لور نزالي انت بيتك بعيد بركة تأخرنا ما بتلحقي توصلي على البيت. قلت لها لا بدي روح معك. تقلي لا يا لور نزلي بيتك ساعتين ثلاثة بعيد، نزالي روحي فلي. صار هالشي. لا سحر ما في خط، دقيت للشباب ما في شيء ما في شيء، ما حدا عم بيرد علي. دق لسحر احكي سحر سحر ما ترد. يا سحر وينك؟ طمنيني عنك. ركي شيء سحر ما ترد. كان لازم اتركها تروح، كان لازم اتعر معها. سحر ما بتروح بالي على الاسعاف، مستحيل تروح بالي، بس اول مرة. بس بقول لها تسامحني. كضابط في هذا الفوج وشهدت أنه وفيق نزل رامي، أو بالأحرى رامي منع وفيق أنه يطلع، كيف بتفكر بهالتفصيل؟ أنت بينك وبين نفسك كيف بتفكر بهالتفصيل؟ أنا ما بفكر بهالتفصيل، هذا التفصيل جداً كتير بسيط. نحن بالنسبة للفوج عنا، نحن بس تلاقي صاحبك تعبان بتطلع عنه بلا ما هو يكون عم يطلب منك، أنت بتشوفه تعبان بتطلع عنه بتقول له خلص قعد أنا بطلع عنك. هيك حياتنا، هيك نحن دوبها عم نركض نطلع بسيارة الأمبولانس أو بسيارة الحريق، نبقى عم ندفش بعضنا تنطلع. ما خلينا أطلع محله بالسيارة الحادث، ما كان يقبل لا أول مرة ولا تاني مرة. فهيدي بالنهاية رسالة ربانية
يمكن ربنا أخذ رامي حتى نحن نكفي المسيرة تاعيتهم. أنا قلبي دايماً يضلوا عليه. أي شيء بسمعه أنه في حادث أو في شيء واصل، رامي وين أنت؟ بقول له ما تخاف بابا، أنا معك 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 على طول. سبحان الله لما سمعت الخبرية هذه دق 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 ما يعطي، دق 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 ما يعطي. قلت له رامي راح. أول ما صار الانفجار نزلنا دغري لهوني على البور لنشوف الشباب. فنحن عملية البحث ونفتش على الشباب لقينا جدتي، فأخذناها دغري على المستشفى. لما وصلنا أكيد بيعملوا تحاليل الدي ان اي، على أسرة بيّن أنه مطابعة وصل لتحاليل أهليته لرامي، فعرفنا أنه هو رامي. والانفجار كان ماحي الملامح بشكل كامل؟ ما كان مبين شيء، ما كان مبين شيء ابدا. بتعرف انه كانت فاجعه كثير كبيره وشيء ما بيتسبق العقل يعني. على عكس السحر اللي كانت ملامحها الى حد ما ظاهر. تقريبا. ف بتعرف شيء ما بتخيله العقل يعني، تشوف صاحبك شريك حياتك يعني بشغلك ما تعرفه. أول من شاف سحر؟ مش أول من شاف سحر، نحن كنا الفريق اللي عم بيعمل عملية البحث عن المفقودين أو الضحايا بدك تقول. بعملية رفع الأنقاض بين كان الفريق كامل يعني، كنا عم نشيل وطلعت قدامي سحر يعني. شلناها لسحر. كيف عرفت من سحر؟ للشهيدة سحر. سحر يعني أساساً البنت الوحيدة اللي كانت. بعضهم شعراتها مثل ما هو، بالبدلة بعدها مثل ما هي. السحر كانت تقريبا كاملة، ما كان مشوهة يعني. يوم الانفجار، شرحي لنا يوم الانفجار، كيف كان؟ طبعا يوم الانفجار عصبيتها انزعاجها كانت رايقة كتير. سحر كانت يعني بين عليها زعلانة، أنا حسيت عليها زعلانة، ساكتة ما تحكي كتير. فتنا قعدنا جوا بالأوضة، تكيت على راسي يعني، اجت ونامت على كتفي يعني، كأنه في شيء تعبها بدها ترتاح. أنا هون حسيت إنه السحر منا طبيعية بهالشيء. قلت لها سحر صاير معك شيء؟ بتقلي لا ما بيني شيء. عمال العمر كله هو يا رب. إن شاء الله هالجمعة والزين. حكيتها أول شيء تشات، قالت لي 5 دقايق بحكي، كانت عم تصلي. الضابط قال لي تبعها كانت عم تصلي. دقت لي فيديو كول من الامبولانس وفي اللي هي بتحب صوتها للامبولانس، كانت على طول تبعت ليها فويس بس تطلع مهمه. عارف انه هي ظهرت من المركز. دقت لي فيديو كول هي بالامبولانس قاعده بالنص قدام، قالت لي باي. بايدها بس. قلت لها شو بكي؟ لوين؟ عملت لي هيك برجع بحكي. وصلت لتحت قلت لها حطي كمام، ما كانت حاطة كمام. وصلت لتحت بعتت لي الفيديو 6:06. دعيت لها فيديو كول، أنا كانت كتير خايفة
مني معود عليها تخاف، مني ما بتخاف. مسبوعة موهولة مثل كأنها شايفة شيء ومنها قدرة تحكي، منها قدرة تتصرف. قلت لها شو بكي شو في؟ ما عم تسمعني. صرت عيط على التليفون، سحر حبيبي شو في؟ في شيء؟ إذا في شيء ركضي هون طلعت فيني. قلت لها إذا في شيء ركضي سامع أصوات حدا. بلشت تركض. من ثواني أو 10 ثواني طلع أول انفجار وراح الاتصال معه. البور صراحة بطل يعني لي شيء. البور هو بزعل البور لفتش على رامي للاقي رامي. البور هو الشباب كلياتها اللي كنا عايشين مع بعضنا. رامي شخص انسان اكثر من رائع، انسان خدوم بيعمل خير كثير، حتى ما كنا عارفين يعني من بعد وفاته عمل الخير اللي كان يعمله، حتى اهلاته ما كانوا عارفين هذا الشيء. شو التفصيل اللي كنا عم نحكي فيه اللي خبرتوني اياه قبل شوي، الاعمال اللي كان فعليا عم يعملها وانتم اكتشفتوها لاحقا؟ كان عم يعمل حصص، تجمع مصاري هو برمضان عنا 3 مصريات قليله، لانه هو شاف الحصه، لانه ما معقول انا بعد هالحصه شو بدي اخذ؟ ابعت فيهم خلي غنية الحصه تكون غنيه اعطى كل حصه بقيمه تقريبا شو 100 دولار 80 دولار هالقد بكل حصة، جمعهم كلياتهم صار يبعثون على البيوت. صراحة لما نزلنا لتحت لنفتش على الشباب كانت صدمة كتير كبيرة علينا، لأنه ما كنا عم نلاقي حدا، يعني البدلة اللي لبسينا ما كنا عم نلاقيها. كانت هيدي أكبر صدمة لنا، يعني أكثر من الانفجار اللي سمعناه واللي شفناه واللي حسيناه، إنه أنت نازلة على حادث إلا إنه تلاقي واحد مجروح من الشباب ممكن تسع فيه مثل اي حادث كان بتصير معنا. بس الواحد بيضيق نفسه من الدخان يعني. بس انه تنزلي على حادث انه 10 شباب مثل قلب النهار ما تلاقي واحد منهم كثير صعبه. مثل الواحد نازل عم بفتش على ابره بكومة قش. وصلنا وين اساسا كانوا الشباب؟ وين الشباب؟ وين كانت واقفة السيارة؟ ما حدا كان عارف. محل ما كانت السيارة صار كله مي، صار بحر، والشباب كلها صارت تحت، يعني الفوج صار تحت بدون ما حدا يدعي، الشباب كلها صارت تحت على البور. العيلة بضلهم خوفانين، انتبه، ما تعرض حالك للخطر. نحن شغلتنا يعني مثل ما بقولوا نحن دمنا على كفنا. لما طلع الانفجار حسيت حالي بدنيا تاني. الحمد لله جوزي دغري اتصل فيي وطمني على حاله وسكر، بس كان كتير 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 ملبك. حسيت كأنه عم يتصل فيي من حلاوة الروح. لما رجعت عرفت الموضوع وشو صار، حسيت انه رفقاته راحوا، حتى جوزي يعني بطل طبيعي بالبيت، قاعد صافي عم بفكر فيهم كيف راحوا، كيف هو بده يرجع على الخدمة. ابني وقت طلع الانفجار صار معه شوك كبير، صار يبكي يبكي يبكي. لما اجى بيو قال له بابا بليز اترك الشغل، انا ما بدي اياك بقى تروح على الشغل، بدك مصاري؟ انا مصمد مصاري، بعطيك مصاري، ما بقى تروح على الشغل، نحن ما بدنا مصاري، بدنا اياك لإلك. عم نحس كانه هلا كل ما يظهر عم نحس يمكن ما يرجع. عم ناخذ الحنان ونعبطه ونبوسه بركي ما رجع.
طالع عند اهالي اللي كانوا مفقودين بعدهم، نجيب والشهيد نجيب والشهيد شربل والشهيد شربل كرم. طالع تواسي الاهالي، نجي اخته لشربل قد ما الصغيره بس شافتنا اخذت روح فينا، قربت عبطتني قالت لي بس بدي شم ريحه البدله بدي شم ريحه خيي فيك. وانا كان صار لي 3 ايام عم نعمل عم نبحث على المفقودين تنشيلهم من تحت الانقاض، ما بقى فيي يعني صار معي انهيار قد ما بكيت. يعني هذا المشهد ما بروح ببالي انا. كل عملية إطفاء إلى معدات اللي أنت بتستعملهم فيها، فنحن مش لازم، يجب أن نعلم مع مين عم نتعامل. فكان لازم نعرف بس ما عرفنا، لأنه لو عرفنا كنا انسحبنا وما كانوا دقوا لرفقاتهم أنه نحن بحاجتكم تحت. أكيد أنا ما في حدد مسؤولية عمين، بس نحن ما نكفي. بنحزن يوم اثنين ثلاثة أربعة بس من الحياة بدها تكفي. أكيد بنتمنى يتعلوا على المشاني الأصحاب اللي حطوا الانفجار أكيد، والمخبر وأكيد الفوتونا لجوا بل ما قالونا شو فيه بدل المستودع كمان أكيد. بس بالنهاية نحن كنا عم نقوم بواجبنا بكل روح واندفاع، وماتوا شبابنا استشهدوا هيك على رخيص. أتصور أنه أنا كنا عم بحكيها وتختفي، عم نجهز بيتنا كنا وقتنا أي فستان عرسة، عم نظبط بيتها نجيب أغراضها نفرحة مش سيارتها. بثانية اختفى كل شيء، بدل ما خلص لها بيتها هلا عم بعمل لها مدفن يليق فيها. شوفي من وين لوين، بدل ما فوتها بفستان ابيض فوتها بتابوت ابيض. كله هي بلحظه بقول اوقات حلم، برجع بقول نحن الناس من امن، وهي مشيئة الله لازم نتقبلها.